يوسف غربي رئيس مقاطعة حسين. طبعا نعيش اليوم لحظة متميزة مرتبطة بلحظة غالية على المغاربة جميعا، هي لحظة عيد العرش المجيد، وفيها تندير المهرجان ديالنا السنوي. هذا المهرجان هو في الحقيقة تتويج لواحد الدينامية ثقافية واجتماعية سنوية مرتبطة ببرنامج نحافظ على الالتزام به، لا من جهتنا ولا من جهة جمعية المجتمع المدني. طبعا هذه لحظة تتويج لهذا المسار الثقافي السنوي في هذه اللحظة الغالية. أملنا إن شاء الله نزيد نطوره في المستقبل، وللإشارة فقط فهو تيضم مجموعة من الفقرات المتنوعة فيها ما هو مرتبط بالصناعة التقليدية، ودرنا لها معرض اليوم الحمد لله طورناه أصبح حتى تحضر له تقريبا أكثر من 12 جمعية، وفيها لحظة مرتبطة أيضا بالتراث نتاع المنطقة اللي هو الفروسية. سنوات مدير مهرجان فطاعة حسين، كيف تشوفوا اليوم سنحييو السهرة الختامية ديال مهرجان فطاعة حسين في الدورة ديالو العاشرة، واللي هاد السنة هذه ستتزامن مع ذكرى العشرين لاحتفال الشعب المغربي بذكرى المجيدة ديال تلقى صاحب الجلالة على عرش أسلاف المنعمين. المهرجان تنضم سنويا في أواخر شهر يوليوز، والأهداف من الأهداف ديالو هو التعريف بما تزخر به منطقة حسين من تراث ومن مؤهلات، كذلك خلق فضاءات لترفيه الساكنة. الأهداف الأخرى هو التحسيس بأهمية البيئة وتشجيع يعني الطاقات الشبابية يعني في ميادين مختلفة، سواء ميدان الثقافة ولا ميدان البيئة ولا يعني مختلف الميادين. الأنشطة ديال المهرجان تتمحور حول أربعة أقطاب. مساء الخير عليكم. اليوم با حمدان كيتواجد معكم اليوم في مدينة سلا بمناسبة عيد العرش المجيد في هذه الأصيل اللي هي تبارك الله وصلى على النبي، كان الجمهور قوي وتجاو معنا الحمد لله، كمل القاعدة في التكناويت، وكنتمناو ديما نكونوا عند حسن الظن كاع الجمهور، والله ينصر سيدنا. بارك الله عليكم. الحمد لله التفاعل ديال الجمهور ديال سلا وديال المغرب كامل ديما مفاعل وديما نايضه الحمد لله، والله يخلي ديما بلادنا زينه الحمد لله. تبارك الله عليك. الخسره كنا تنحبوه وكنا تنحماقوا عليه، فنان كبير وفي المستوى كبير. كنا حامد الخسره كنا تنحماقوا عليه، حنا جينا مفاش باش نتفرجوا حامد الخسره. كي تجيكم المهرجان؟ المهرجان زوين في المستوى تبارك الله. ناضي المهرجان زوين. انا يا تحيه كناوه كنموت على كناوه وجيت تنبقى انا حميد الصيد كنشوف الحدث وكنتولي كنتفرجوا فيه. حنايا من السواكن ديال العيشان ديال كناوه ديما في كل شي موسم كنمشيو لكناوه ديال موسم كناوه ديال العروب كنمشيولي كنتفرجوا فيه كاع الناس تحبوا حميد الصيد. شكرا لكم. صوت الحزن.